طيب انا هبدا يا جماعه دلوقتي. قبل البريك كنا بنتكلم انك انت لو انت مفيش ماجنتيك فيلد اللاجرانجن اتس فيري سمبل جاست سبتراكت الكاينتيك انرجي من البوتنشال انرجي يو جيت ا فانكشن لما تعوضها في اويلر لاجرانج ايكويشن يو جيت نيوتن سكند لو. كويس اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل ايه بقى؟ ان احنا هنترن الماجنتيك فيلد اون لما يكون في عندنا ماجنتيك فيلد نون فانيشنج. هنشوف دلوقتي طيب لما دلوقتي في عندنا نون فانيشنج ماجنتيك فيلد دلوقتي خلي بالك الترم ده فيه فيلوسيتي صح يعني الفورس بتعتمد على الفيلوسيتي فانت دلوقتي ما ينفعش اللاجرانجن مش نايف اللي هي الكاينتيك انرجي ماينس البوتنشال انرجي لازم تلف لفه كده علشان تجيب اللاجرانجن. انا زي ما قلت لك the only justification for a given lagrangian هي انها بتديك الايكويشن اوف موشن نيوتن سكند لو. اوكي فانت في حاله زي كده في حاله الالكتروداينامكس انت المفروض تعمل ايه؟ يعني ممكن تعمل ايه عشان تبني لاجرانجن؟ اول حل ان انت تفضل تجرب. يعني عندك سؤال؟ اوكي معنى كده ان اللي هو اللو لو بتاع الليست اكشن ده ملوش لازمه يعني زي نيوتن. لا ليه لازمه هتكلم بس عليه في الاخر يعني هجستيفاي كل حاجه يعني. اوكي فدلوقتي انت قدامك حاجه من اثنين يا اما تفضل تجرب يعني جيس سام لاجرانجن عوض في الاويل لاجرانج ايكويشن شوف هتديك الايكويشن اوف موشن ولا لا. والله لو نجحت خلاص ما نجحتش ضيف ترمات ثانيه كنسل ترمات اضرب في كوفيشنت اند سو اون. فهي ترايل اند ايرور يعني كلاسيكالي في الكلاسيكال بارتكل ميكانكس اللاجرانجن يو جاست ترايل اند ايرور. كويس اف ذا بوتنشال از ا فانكشن اوف ذا كووردينيتس اونلي اللاجرانجن لها فيري سمبل فورم كاينتيك انرجي ماينس البوتنشال انرجي ده دايما على طول هتديك الايكويشن اوف موشن. بس لو انت عندك بقى مور جنرالايزد فورسز زي حاله اللي هي لورنس فورس عندك فيلوسيتي ديبندنت فورس ساعتها اللاجرانج مش الكاينتيك انرجي ماينس البوتنشال انرجي. اوكي فدلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا عشان انت شفت في الالكتروستاتكس ممكن تكتب الكتريك فيلد بدلاله الكتروستاتيك بوتنشال. في الماجنيتوستاتكس برضو ممكن تكتب الماجنتيك فيلد بدلاله فيكتور بوتنشال. فانا الحاجه اللي انا هعملها دلوقتي ان انا مش هكتب او هكتب اللورنس فورس ديت بدلاله الالكتروستاتيك بوتنشال وال فيكتور بوتنشال. يعني هكتب كده يبقى الام دوت اي ديت اللي هي الماس تايمز الاكسلريشن بتساوي كيو وبعد كده ماينس جريدينت اوف في بلس كيرل بلس كيرل اي. اوكي ديت الفورس بتاعتي ان تيرمز اوف ذا بوتنشال. والتاسك بتاعتي دلوقتي ان انا الاقي لاجرانجن لما احطها في الايكويشن دي تديني الفورس فورمولا دي. اوكي مظبوط كده يا جماعه؟ طيب انا قلت لك دلوقتي انت ممكن تعمل ترايلز اند ايرورز بس انت او انت تجس شكل اللاجرانجن. بس في طريقه ثانيه برضو ممكن تسهل عليك اللي هي ايه بقى؟ انك انت تستخدم البروبرز بتاعت اللاجرانجن دي اللي انت عارفها. انت عارف اول حاجه ان اللاجرانجن ديت لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى سكيلر صح؟ وده كان الادفانتج بتاع الكلاسيكال او اللاجرانجن فورميليشن في كلاسيكال ميكانكس ان انت بدل ما تستخدم الفورسز اللي هي فيكتورز بتستخدم سكيلر فانكشن. فطالما اللاجرانجن ديت سكيلر يبقى اي ترم هيظهر فيها هيبقى ايه؟ هيبقى سكيلر صح؟ طبعا اللاجرانجن ديت بتاعت بارتكل في الكتروماجنتيك فيلد لما بتحط الماجنتيك فيلد بصفر لازم تريديوس باك للاجرانجن ديت صح؟ لما بتحط البي بتساوي صفر لازم تديك ديت مظبوط؟ فاول جيس ليك هيبقى ايه؟ يبقى اللاجرانجن دي بلس حته لما احط الماجنتيك فيلد بصفر او الاي بصفر تديني ديت مظبوط؟ فانت وطبعا انت المفروض يعني في اللاجرانجن دايما ابدا بالكاينتيك تيرم ابدا بالستاندرد كاينتيك تيرم اللي هو ام على 2 وبعد كده اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير بلس زي دوت الكل سكوير. اوكي؟ ماينس اللي هو الالكتروستاتيك بوتنشال ادي اليو اهي كويس. بعد كده بقى ايه هي الترمات اللي هتديني الاكسبريشن ده او اللي هتديني الاكسترا ترم ده بقى؟ انا دلوقتي ايه هي الفيكتورز اللي موجوده عندي في الفورس؟ عندك الاي صح وعندك الفي مظبوط كده؟ ديت هي الاوبجكتس اللي بتعتمد عليها الفورس صح؟ وانا عايز ابني سكيلر من الحاجات ديت مظبوط يا جماعه؟ فانا ايه هو الكانديد الترم اللي انا ممكن ابنيه من في واي ويبقى سكيلر؟ يبقى حاجه زي كده كونستانت تايمز في دوت اي صح؟ يبقى انا دلوقتي لو انا طبعا ده كله سمارت جيسنج يعني انا عايز اللاجرانج بتاعتي تبقى سكيلر فانكشن كويس؟
وعايز اللاجرانجيان دي تبقى لما احط الاي بتساوي صفر تديك اللاجرانجيان بتاعه الشارج بارتكل في الكتروستاتيك فيلد. فعلا لما تحط الاي بتساوي صفر اللاجرانجيان دي بتديك اللاجرانجيان دي. الحاجه الثانيه ان اي اكسترا تيرم احطه لازم يبقى سكيلر. انا عندي دلوقتي هما تو فيكتورز بتعتمد عليهم الفورس هنا هما الفي والاي. فاول جيس ليا ان انا اكتب سام نمبر. طبعا النمبر ده استحاله اجيسه باي سيمتري صح لان ده كونستانت مضروب في في دوت اي. طيب ما واحد تاني ممكن يقول ايه بقى والله ما ممكن احط كده في دوت اي تو ذا باور اي حاجه سكوير مثلا. ما هو ده سكيلر. ما هو السكوير بتاع سكيلر از سكيلر. بس انت لو بصيت وفكرت سنه بسيطه هتلاقي اللاجرانج ديت لينير ان اي ولينير ان في صح. فانت لو خدت الديريفاتيف صح يعني لما هتاخد الديريفاتيف في ريسبكت ده فيلوسيتي كمان شويه انت المفروض تديك تيرم لينير في الاي لان خلي بالك اللاجرانجيان هي ديريفاتيف في ريسبكت ده فيلوسيتي مظبوط. فانت عايز لما تهيت اللاجرانجيان بالديريفاتيف في ريسبكت اوف فيلوسيتي جيت اي اللي هي موجوده في الفورس فورمولا يعني. فانت عشان كده الترمات دي كلها هتبقى اكسكلودد يعني انت يو ستوب ات لينير اوردر كويس. الكوفيشنت ده بقى هو ده الحاجه الوحيده اللي انت بقى بلاج ده يعني بلاج اللاجرانجيان ديت في اويلر لاجرانج ايكويشن وشوف ايه هي السي اللي هتريبروديوس الفورمولا دي. دي وان واي يعني. طبعا دي حاله بسيطه جدا ده اكزامبل بسيط بس ان جنرال لو انت عندك بقى كومبليكيتد سيستم وانت عارف النيوتن سكند لو بتاعه وعارف الفورس فورمولا مفيش عندك طريقه ثانيه افضل جرب لاجرانجيانز. ابسط طريقه تجرب بيها انك تعمل سمارت جيس اللي هو مبني من لاجرانجيان سكيلر فانكشن فمبنيه من دوت برودكت اوف الفيكتورز بتاعتك يعني. اوكي كويس. فات ويل تيرن اوت بعد شويه ان السي ده بيساوي كيو. اوكي اكيد طبعا السي لازم يبقى فانكشن في كيو لانك انت في كيو هنا يعني ودي هتبقى اللاجرانجيان بتاع تشارج بارتكل في الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد. اوكي بس انا قبل ما اوصل للاجرانجيان دي او قبل ما اتكلم عليها انا هرجع تاني لماكسويل ايكويشنز لان ماكسويل ايكويشن دلوقتي فيها مشكله كبيره جدا كان لازم حد ينبهني ليها. احنا لما استخدمنا ان الاي بتساوي جريدينت فاي يعني خلي بالك انا في اول يوم قلت لك والله الالكتريك فيلد بيساوي ماينس جريدينت اوف سام بوتنشال صح كده يا جماعه. الكلام ده كان مبني على ايكويشن مشهوره قوي اللي هي ايه اللي هي كيرل اي بيساوي صفر صح. دلوقتي انت لو بصيت بقى احنا بنتكلم على الفول سيت اوف ماكسويل ايكويشنز لو انت بصيت المعادله دي هتلاقي ان الكيرل اي ما بيساويش الصفر فخلاص المعادله ديت از نوت فاليد اني مور اتس فاليد اونلي ان ماجنيتوستاتكس لان في الماجنيتوستاتكس الماجنيتيك فيلد از كونستنت صح. فدلوقتي انت لازم ما بقاش عندك سكيلر بوتنشال اصلا تحطه هنا يعني صح. فانت لازم تموديفاي السكيلر بوتنشال او لازم تحاول بقى تكونستراكت ديفرنت سيت اوف بوتنشلز يعني. اوكي دلوقتي يا جماعه المعادله ديت خلاص ما بقتش فاليد في الالكتروداينامكس. فاحنا هنعمل ايه بقى احنا هنلعب في الايكويشنز ديت بحيث ان احنا نريديفاين ا نيو سكيلر بوتنشال نقدر نستخدمه في لاجرانجيان. اوكي الموديفيكيشن او النيو سكيلر بوتنشال سهل جدا تشوفه لانك انت خد كده الاوفندنج تيرم ده كويس. يعني انت دلوقتي عندك ايه عندك كيرل اي ما بتساويش الصفر كيرل اي كده بارشل بلس بارشل باي بارشل تي ده اللي بيساوي الصفر مظبوط يا جماعه. بقى عندك كده هنا ايه اوفندنج تيرم هنا. فانت ممكن تعمل ايه طبعا لو بصيت على المعادله الثانيه اللي هي دي اف بي بتساوي صفر المعادله ديت ما حصلهاش اي موديفيكيشن اتس فاليد ان ماجنيتوستاتكس اتس فاليد ان الكترودينامكس. فانا ستيل اقدر اكتب برضو ان البي بيساوي الكيرل اوف اي صح. دلوقتي انا هعمل ايه بقى انا هاخد المعادله دي واعوض عن البي بكيرل اي فيقول لي ان الكيرل وادي علامه الكروس برودكت بره اهي وادي الاي بلس بارشل باي بارشل تي ليه بقى لكيرل اي. اوكي سوري سوري ادي الكيرل اي اهي بلس بارشل باي بارشل تي كيرل اي بيساوي صفر. الكيرل كاوبريشن بتكميوت مع التايم ديريفيتيف فانا اقدر اخد الكيرل ده كله كده انا طبعا دي كلها فيكتورز اخد الكيرل وبعد كده بقى جوه البراكت يبقى في عندي الاي بلس بارشل اي باي بارشل تي الكلام ده كله بيساوي صفر صح. انت اول ما تشوف كيرل حاجه بتساوي صفر وانت مغمض الحاجه دي بتساوي ماينس جريدينت اوف سام سكيلر فانكشن. اوكي يبقى دلوقتي النيو سكيلر او الكتروستاتيك بوتنشال بتاعي هيبقى كده خلي بالك انا ليه بحاول اعمل سكيلر لان الترند اوت انك انت اللاجرانجيان هي بتبقى فانكشن يعني اللاجرانجيان فورماليزم اور الهاميلتونيان فورماليزم بتاع تشارج بارتكل في الكتروماجنتيك فيلد يو كانوت ورك وذ الكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. اوكي يو ويل هاف تو ورك وذ سكيلر بوتنشال اند فيكتور بوتنشال. فدي اول حاجه انا قدرت من المعادله دي قلت والله
الكميه ديت اللي هي اي بلس بارشل اي بارشل تي ديت اتس كانديديت ان انا اقول عليها يعني اي بلس بارشل اي باي بارشل تي ده كله بيساوي ماينس جريدينت سكيلر بوتنشال بقى اسميه فاي يعني. اوكي يبقى من هنا الالكتريك فيلد على طول مش بيساوي ماينس جريدينت فاي بس لا ده ماينس بارشل اي باي بارشل تي. It makes perfect sense في الالكترودينامكس لان كده في الالكترودينامكس الاي ده هو الماجنتيك بارت فبرضه لما الماجنتيك فيلد بيتغير وطبعا عشان الماجنتيك لما الماجنتيك فيلد بيتغير يبقى الاي بيتغير الاي اتاشد للماجنتيك فيلد الاي ده بتجيبه من الكرنتس ولما الكرنت يتغير فاكيد هيكونتريبيوت الكتريك فيلد يعني. اوكي فده كده كانك برضه ايه بتانكود امبيرز لو بالبوتنشلز ستيل بقى الماجنتيك فيلد زي ما هو لان ديف بي بتساوي صفر ما حصلهاش اي موديفيكيشن. اوكي ادي اول معادلات ليه. طيب بس خلي بالك من حاجه بقى احنا لما اتكلمنا وقلنا ان البي بتساوي كيرل ايه قلنا ان الكلام ده مش بيس يونيكلي سبيسيفاي ايه انك انت ممكن تضيف على الاي جريدينت اوف سام سكيلر وستيل البي ما يتغيرش صح وسمينا الكلام ده جيج ترانسفورميشنز مظبوط يا جماعه احنا المعادله ديت قلنا المعادله دي if you define من هنا a new a tilde بيساوي a plus gradient of some lambda لو جبت الكيرل بتاع a tilde sorry بيساوي كيرل a مظبوط يعني ال b tilde لو انت قلت والله ده يديني different magnetic field لا هو هو ال b صح قلنا this is an ambiguity we'll have to deal with دلوقتي بقى في مشكله حد شايفها يا جماعه طبعا الترانسفورميشن ده ما غيرش الماجنتيك فيلد از ات شود بي يعني صح بس غير حاجه تانية غير الكتريك فيلد المشكله دي ما ظهرتش قبل كده لان ما كانش موجود الترم ده لما كنا ماجنيتو ستاتكس اصلا الاي ما كانش موجود في الفورمولا بتاعت الاي بس دلوقتي انت لما عملت الجيج ترانسفورميشن ده على الاي راح ايه عمل لك هيعمل لك اوفندنج ترم في الاي صح لا انا ما قلتش كده خالص انا كل اللي بقوله دلوقتي ان احنا لما بنضيف الجيج ترانسفورميشن ده او لما بنعمل جيج ترانسفورميشن على الاي بالطريقه ديت قبل كده قلنا الكلام ده مش هياثر على البي خالص واستخدمنا ده كله واستخدمنا الفورماليزم ده عشان نسيت الدايفرجنس على الاي ايكوال تو زيرو وكان الجاستيفيكيشن بتاعنا ان الترانسفورميشن ده مش بيغير البي ومش بيغير الاي لان الاي نفسها كانت ماينس جريدينت فاي اللي انا بقوله دلوقتي انك انت لو انت استخدمت الفريدم دي دلوقتي عشان تعمل اي حاجه ديس از نوت فريدم دلوقتي لانك انت ده بتغير الاي صح فكل اللي انا هعمله دلوقتي انا كده غيرت الاي بس ما فيش اي انا هكمل بس الارجو بتاعت الاي وبعد كده نشرحها تاني اوكي دلوقتي انا هشوف ايه اللي هيعمله الاي في الاي بقى تمام هشوف ايه اللي هيعمله الجيج ترانسميشن ده في الاي دلوقتي لو انت خدت الالكتريك فيلد بتاعك اللي هو ماينس جريدينت فاي ماينس بارشل اي باي بارشل تي اوكي وقلت والله انا دلوقتي هعرف الكتريك فيلد جديد اي تلدا اوكي بيساوي ماينس جريدينت اوف فاي تلدا اللي انا لسه ما اعرفهاش ماينس بارشل اي تلدا باي بارشل تي اوكي يبقى انا دلوقتي عملت جيج ترانسفورميشن على الاي عرفت ايه جديد اللي هو اي تلدا ده بيساوي الاي بلس جريدينت اوف لامدا دلوقتي احنا عملنا جيج ترانسفورميشن على الاي عرفنا اي تلدا بيساوي اي بلس جريدينت اوف سام لامدا كويس ولقينا واحنا عارفين ان الكميه ديت او الترانسفورميشن ده مش هيغير الماجنتيك فيلد يعني من هنا البي تلدا اللي هي بتساوي كيرل اي تلدا بتساوي كيرل الاي بتساوي البي اوكي بس لو انت بصيت على الفورمولا بتاعت الاي هتلاقي ان هنا بيظهر حته في الاي تلدا يعني هتلاقي ان الاي تلدا دلوقتي بيساوي ماينس جريدينت فاي تلدا ماينس بارشل اي باي بارشل تي صح كده يا جماعه انا هعوض عن الاي تلدا من هنا اوكي بعد كده ماينس بارشل باي بارشل تي لجريدينت اوف لامدا اوكي فالالكتريك فيلد از نوت انفاريانت ده مش بيساوي الالكتريك فيلد القديم صح كده انا كل اللي عملته ان انا عملت جيج ترانسفورميشن على الاي بس لقيت ان هو ما بيغيرش الماجنتيك فيلد ذاتس جود بس بيغير الالكتريك فيلد صح بس في حل بقى من الموضوع ده حد عارف يا جماعه بنعمل ايه في الحاله دي
هنكمبنسيت الترم الزياده ده بان احنا نغير الفاي كمان. اوكي يعني الفاي تلدا ديت هختارها بحيث انها تبقى فاي ماينس الاوفندنج ترم اللي بيظهر ده. اوكي فساعتها انت بقى ايه لما يكون في عندك الكتروماجنتيك فيلدز او في عندك الفولت سيت اوف الكتروماجنتيك الكتروداينامكس مش بس لما بتعمل جيج ترانسميشن على الاي يو ويل هاف تو سبلمنت ذس جيج ترانسميشن اون اي باي انذر جيج ترانسميشن على الفاي. اوكي في الماجنيتوستاتكس وفي الالكتروستاتكس كان الاونلي فريدم على السكيلر بوتنشال انت ممكن تغيره كونستانت صح لان الاي بي يساوي ماينس جريدينت في. انما دلوقتي بسبب الكابلنج ما بين الاي والبي لو انت عملت جيج ترانسفورميشن على الاي مش هيغير البي بس هيغير الاي. فالحل الوحيد ان انت برضه تغير الفاي اللي هي اربيتراري فانكشن ملهاش اي فيزيكال مينينج هي مجرد ماثيماتيكال اوبجكت ان انت تغيرها بحيث ان انت تابزورب الحته الجديده ديت. اوكي فانت لو بصيت كده بمجرد انسبكشن هتلاقي انك انت الفاي تيلد علاقتها بالفاي يعني ذا اونلي واي ان انت تابزورب الحته الزياده ديت بالظبط كده. فهتلاقي ان انت عندك الفاي تيلد لازم تبقى كده الفاي تيلد لازم تكون بتساوي الفاي ماينس بارشال لامدا باي بارشال تي. ليه بقى؟ لانك انت هتجيب الجريدينت ده بره. بص هتجيب الجريدينت ده كده لامدا وهنا الجريدينت هنا صح. فانت لما هتعمل جيج ترانسفورميشن الجيج ترانسفورميشن ده صح لما تعوض عن الفاي تيلد من الفورمولا دي هتديك جريدينت فاي بلس الحته ديت فالحته دي هتكنسل مع الحته دي وتلاقي لك في الاخر ان ده بيساوي الاوريجينال اي. اوكي انا كل اللي عايزه ان الالكتريك فيلد انفاريانت ماجنتيك فيلد انفاريانت. يعني ايه؟ يعني انت لو حسبت الالكتريك فيلد كفانكشن في الاي تيلدا والفاي تيلدا ده يكون هو الالكتريك فيلد كفانكشن في الاي والفاي. اوكي وير الاي تيلدا هو علاقته بالاي ده والفاي تيلدا علاقتها بالفاي ديت. اوكي يبقى ده فول سيت اوف جيج ترانسفورميشن ان الكتروداينامكس هي ايه بقى؟ هي انك انت ممكن تنقل الفاي لفاي ماينس بارشال لامدا باي بارشال تي وممكن تودي الاي لإيه بلس جريدينت لامدا. اوكي لو عملت التو ترانسفورميشن دول مع بعض مش اي حاجه تتغير. اوكي يبقى دلوقتي الالكتروداينامكس هاف ا ماتش بيجر امبيجويتي ذان ماجنيتوستاتكس. كمان انك انت مش بس الاي بتضيف عليه جريدينت فاي لا ده الفاي كمان بتطرح منها التايم ديريفيت بتاع سم اربيتري فانكشن لامدا. اوكي هو ما ينفعش ريستريكت الكونديشن بتاع لامدا ان انا اخليها زيرو فانكشن في الكوردينيت متتمشى على تي لامدا. ده سؤال كويس. ان جنرال اللامدا تبقى فانكشن في الاكس والتي لانك انت ممكن يعني عشان اعرف اريستور اللي هي الالكترو فيلد ما ينفعش اقول ان اللامدا دي احط عليها شرط زياده ان هي كومبيوت فانكشن في الكورنيت. ما هقول لك انا هشرح يعني ليه ده ما ينفعش ان جنرال يعني لانك انت برضو وده اكسرسايز. انت فاكر لما احنا حلينا لما احنا امبوزد ديف اي بيساوي 0 عملنا ايه؟ قلنا ستارت فروم سام باد فيكتور بوتنشال اي 0 الدايفرجنس بتاعه بيساوي اكزاي صح. لقيت انك انت اللامدا ساعتها اللي محتاجها كانت بتساوي كام؟ بتساتسفاي بواسون ايكويشن ديت صح دايفرجنس اي 0 مظبوط. لو عملت نفس القصه هنا وده اكسرسايز بقى هتلاقي انك انت ساعتها ديت بتحقق ويف كايند اوف ايكويشن يعني فان جنرال الحل تايم ديبندنت. اوكي طبعا في بارتيكولار كيسز زي مثلا لما يكون في عندك ستاتيك كونفيجريشنز بتبقى اللامدا is not a function of time. Actually, that's اللي بيحصل في magnetostatics. بس in general, lambda is a function of time. For the most generic electromagnetic configuration, you cannot have a lambda which is a function of R بس يعني. Okay? طيب. دلوقتي بقى احنا بقى عندنا الفاي بتتحول كده والاي بتتحول كده. كويس؟ طبعا معادلات ماكسويل invariant under transformation ديت. حد عارف ليه يا جماعة؟ المعادلات ديت مش بتأثر بالترانسفورميشن دي؟ لانها مكتوبه بترمز الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد والرو والجي اللي هي اصلا مش فانكشن في الحاجات ديت يعني صح. فالامبيجويتيز ديت والمشاكل دي كلها بتظهر وانس اي ستارت يوزنج ا فورماليزم الحاجات دي فيه بتظهر. يعني طول ما انا شغال بالالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد مفيش اي مشكله. انما وانس لو انا استخدمت اللورنس فورس لو اللي هي اف بتساوي كيو تايمز اي يعني قلت لك اف بتساوي كيو تايمز اي بلس في كروس بي وحليت نيوتن سكند لو ولا ليك يعني مش محتاج تفكر خالص في الحاجات دي لانك انت اوريدي كل حاجه جيج انفاريانت مفيش فيها اي اي وفاي. بس المشكله اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنروح لفورماليزم تاني لازم نستخدم فيه الفاي والاي اللي هو اللاجرانج فورماليزم. اوكي فتلاقي انك انت الفيزكس دلوقتي او الايكويشن بتاعتك بقى فيها اكسبليسيت ديبندنس على الفاي والاي فساعتها لازم تقول لي والله ايه اللي هيحصل. يعني لازم تبيك شور بقى ان الفورماليزم ده لا يعتمد على اللامدا لما بتعمل الجيج ترانسفورميشن ده مفيش حاجه تتغير مفيش اي فيزكس تتغير. اوكي ده كويس.
دلوقتي بقى هنكتب اللاجرانجيان بتاعت الشارج بارتيكل في الكترومغنيتيك فيلد بدلاله البوتنشلز ونشوف ايه اللي هيحصل لما اعمل عليها جيج ترانسفورميشن. لو الفيزيكس اتغيرت ولقيت ان انا بيجي لي ديفرنت فيزيكال سيتويشن يبقى انا خلاص الفورميزم ده كله سيك، لازم ارجع تاني بقى لايه؟ لنيوتن سكند لو اللي هو كل حاجه انترمز اوف الكتريك فيلدز ماجنتيك فيلدز اللي هي فيزيكالي ميجربل اوبزرفابلز. اوكي، فانت دلوقتي بقى لو جيت كتبت اللي هي اللورنس فورس دلوقتي تبقى كده. ادي بقى ماينس جريدينت، طبعا اللورنس فورس هي ادي الكيو وبعد كده ادي الاي بلس في كروس بي، صح كده؟ انا دلوقتي بقى الاي والبي انا هفكرك بيهم تاني. الاي بتساوي ماينس جريدينت اوف فاي ماينس بارشال اي باي بارشال تي، والبي بتساوي كيرل اي. اوكي، فدلوقتي بقى اكتب الفورس كومبليتلي ان تيرمز اوف ذا بوتنشلز، لان الفورس بتساوي كده ادي الكيو وبعد كده ماينس جريدينت فاي ماينس بارشال اي باي بارشال تي بلس في كروس نابلا كروس اي بس. فانت لو جيت نيوتن سكند لو يقول لك ده بيساوي الماس تايمز الاكسلريشن. عشان تجيب لاجرانجيان بقى بتديك الايكويشن اوف موشن ديت زي ما قلت لك، جرب افضل غير افضل جرب لاجرانجيانز لحد ما تجيب لاجرانجيان اللي انت لما تحطها في الاويل لاجرانجيان ايكويشن تديك الايكويشن اوف موشن ديت. الترند اوت ان لاجرانجيان بتطلع كده ام على 2 اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير بلس زي دوت سكوير ماينس كيو تايمز فاي، وبعد كده الحته الزياده هي زي المره اللي فاتت بالظبط طلع كده. بلس كيو في دوت اي. اوكي، ليه؟ لانك انت ده بقى اكسرسايز لازم انت تعمله، خد اللاجرانجيان دي كويس واحسب بارشال ال ديت باي بارشال اكس دوت اللي هي دي باي دي تي بارشال ال بارشال اكس دوت، واحسب بارشال ال باي بارشال اكس تمام، وعوض فوق اللاجرانج ايكويشن، يعني جيب اللي هي دي باي دي تي بارشال ال باي بارشال اكس دوت ماينس بارشال ال باي بارشال اكس بيساوي صفر، يعني عوض بدي هنا وميك شور ان ده هيريبروديوس الاكس ايكويشن من المعادله دي، وده سيم فور واي سيم فور زي، ذاتس ان اكسرسايز لازم تعمله مره يعني. اوكي، اذروايز مش هتفهم الحاجات ديت كويس. خلاص بقى عندنا لاجرانجيان، بس احنا زي ما انا قلت المشكله دلوقتي في انك انت دلوقتي الديسكريبشن بتاعك او الماثيماتيكال ديسكريبشن اوف ذا فيزيكال سيستم بقى بيعتمد على الفاي والاي، فساعتها لازم بقى توري اباوت الحاجات ديت، ايه اللي هيحصل لما اغير الفاي بفاي تلدا والاي باي تلدا، هل اللاجرانجيان هتتغير فعلا ان ساتش اواي تديك ديفرنت ايكويشن اوف موشن ديفرنت فيزيكس اور نوت. فاللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا ناخد اللاجرانجيان ديت ونعمل عليها جيج ترانسفورميشن، هبدل الاي باي بلس نابلا فاي وهبدل الفاي بفاي ماينس بارشال لاندا باي بارشال تي. اوكي، واشوف الدنيا هتعمل هيحصل فيها ايه. فانا هقول دلوقتي والله انا عندي مش اللاجرانجيان جديده هسميها ال تلدا. اوكي، اللي هي فانكشن في الفاي تلدا والاي تلدا تمام، اللي هي عباره عن ايه، هاخد اللاجرانجيان القديمه وابدل كل فاي بفاي تلدا وكل اي باي تلدا، اور اف يو لايك يعني تو سي ات ان ا ديفرنت واي اي ويل ميك ا جيج ترانسفورميشن على الاوريجينال لاجرانجيان. فده هيجيني ايه بقى؟ طبعا الكاينتيك تيرم مش هيحصل فيه اي حاجه صح، ادي ام على 2 اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير بلس زي دوت كل سكوير ماينس، وبعد كده الفاي بقى هتبقى كيو فاي تلدا وبعد كده ماين بلس كيو في دوت اي تلدا، بس وعوض عن الفاي تلدا والاي تلدا مظبوط. لما تعوض عن الكيو تلدا على الفاي تلدا والاي تلدا طبعا ام على 2 وبعد كده اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير بلس زي دوت سكوير ماينس كيو. طبعا اول حاجه الحته دي طبعا يا جماعه هي الفاي تلدا، يعني ديت فاي تلدا وديت ايه تلدا. اوكي، طبعا كل حاجه فيكتورز، فهتلاقي هنا في كيو فاي اوكي ماينس هتبقى بلس بارشال لاندا باي بارشال تي، وفي هنا كيو
صح كده؟ ادي اول حاجه، ادي الفاي تلدا. الكيو في دوت ايه بقى هتديك ايه بقى؟ يبقى ادي بلس كيو في دوت ايه اللي هي الاوريجينال بلس كيو في دوت نابلا لامدا. مظبوط؟ الحته دي مع الحته دي مع الحته دي ده على فكره الاوريجينال ايه دي اللي هي ايه؟ دي الاوريجينال لاجرانجن، صح؟ يبقى انت دلوقتي ال تلدا بتساوي الاوريجينال ال. ايه هي بقى الحاجات اللي زادت؟ زاد لك بلس، خد كيو عامل مشترك يبقى لك جوه البراكت ايه؟ بارشال لامدا باي بارشال تي بلس في دوت نابلا لامدا. اوكي؟ الكميه دي يا جماعه اللي هي بارشال لامدا باي بارشال تي بلس في دوت نابلا لامدا ديت ممكن تبسطها لحاجه فيري سيمبل. يعني دي لامدا باي دي تي. اوكي؟ طيب يبقى الكلام ده كله لان انت عارف الترم ده لو خدته لوحده كده ادي لامدا بلس سوري ال كيو دي لامدا باي دي تي. ليه بقى؟ لانك انت لما بتجيب دي لامدا باي دي تي ان جنرال احنا واخدين لامدا فانكشن في الـ في الـ في الاكس والواي والزي والتي، فانت الكلام ده بيساوي الاكسبليسيت ديريفاتيف وذ ريسبكت تو تايم بلس ايه بقى؟ بارشال لامدا باي بارشال اكس بعد كده دي اكس باي دي تي، صح كده؟ بلس بارشال لامدا باي بارشال واي دي واي باي دي تي بلس بارشال لامدا باي بارشال زي دي زي باي دي تي. الكلام ده هو ده صح؟ بس الكلام ده على بعضه ما هو الا ايه؟ ما هو الا النابلة لامدا دوتد مع الفيلوسيتي، صح؟ بارشال لامدا باي بارشال اكس دوتد مع الاكس كومبوننت فيلوسيتي اند سو اون. مظبوط يا جماعه؟ يبقى دلوقتي انت لما عملت جيج ترانسفورميشن على اللاجرانجن كل اللي زاد بس ايه؟ توتال تايم ديريفاتيف. اي ويل اسيوم بقى ان انت عارف ان اللاجرانجن از ديفايند اب تو توتال تايم ديريفاتيف، انك انت لو ضفت على اللاجرانجن توتال تايم ديريفاتيف اوف اني فانكشن الايكويشن اوف موشن مش هتتغير. تقدر تثبت ده بطريقتين، يا اما تاخد الاوريجينال الموديفايد لاجرانجن اللي هي ال تلدا وتعوض في اويلر لاجرانج ايكويشن وتلاقي نفسك بتجيلك نفس الايكويشن اوف موشن. يعني هقول لك ازاي دلوقتي، وده برضو another exercise. يعني انت بص prove ان partial L ان d by dt ل partial L tilde by partial qi dot minus partial L tilde by partial qi هي d by dt partial L by partial qi minus partial L by partial qi. انك انت ال extra term ده هيكنسل out. اداهم ده اوكي. ده وان واي تو دو ات، انك انت جاست تيك ذا موديفايد لاجرانجن بلاج ات ان ذا اويلر لاجرانج ايكويشن، اويلر لاجرانج ايكويشن تديك الاوريجينال وان، مفيش اي مشكله. والفيصل عندنا في الاخر يا جماعه هو الايكويشن اوف موشن، لان اويلر لاجرانج ايكويشن هي نيوتن سكند لو، هو ده اللي بيفرق معانا، هو ده الفيزكس، صح؟ ف ايذر يوز ال تلدا اور ال بوث اوف ذم دي جيف يو ايه ذا سيم ايكويشن اوف موشن. اوكي؟ طبعا ده اكسبكتد لو انت اتكلمت اون ذا ليفل اوف ذا اكشن، يعني انت قلت والله ايه انا هاخد الموديفايد اكشن اللي هو الاس تلدا اللي هو الانتجرال من تي انيشال لتي فاينل لال تلدا دي تي، صح؟ لو انت كتبت ده بدلاله بقى الاوريجينال لاجرانجن اللي هو تي انيشال بلس لتي فاينل لال بلس دي باي دي تي للامدا، طبعا كل الكلام ده مضروب في دي تي، ده هيديك ايه؟ الحته ديت هتديك الاوريجينال اكشن، صح؟ الاكسترا ترم بقى هيديك ايه؟ الدي تي ديت هتكنسل مع الدي تي، وفي الاخر هتلاقي نفسك بتنتجريت توتال ديريفاتيف ما بين نقطتين. فهتلاقي الحته دي في الاخر ما هي الا لامدا ايفالويتد عند طبعا هي فانكشن في الكيو هات، هتبقى كيو عند تي انيشال سوري تي فاينل وتي فاينل ماينس لامدا عند كيو تي انيشال وتي انيشال، صح؟ بس الكميه دي ثابته لان انا مثبت الفاينل والانيشال بوينتس، صح؟ فانت كل اللي عمله الجيج ترانسفورميشن ان هو زود على الاكشن ايه؟ كونستنت، صح؟ انت كده ايفالويتد اللامدا عند الانيشال والفاينل بوينت، بس الانيشال والفاينل بوينت في اللاجرانج فورماليزم ده احنا مثبتينهم، صح يا جماعه؟ فانت كل زودته على الاكشن كلاسيكال اكشن هو مجرد ثابت، بس انت عارف ان الايكويشن اوف موشن ما هي الا الفاريشن اوف ذا كلاسيكال اكشن، فانت لو جبت الفاريشن بتاع الاس تلدا هو هيساوي الفاريشن بتاع الاس، لان الفاريشن بتاع الكونستنت هيكنسل اوت. فده اتس ايميديت من الاكشن انك انت اف يو اد توتال ديريفت تو ذا لاجرانجن مش هيغير الايكويشن اوف موشن، او لو مش عاجبك الارجيومنت ديت اثبتها بالطريقه دي. يعني اوكي، يبقى انا دلوقتي لما عملت جيج ترانسفورميشن على لاجرانجن ما عملش اي حاجه،
في الايكويشن اوف موشن، هو مجرد بس ادد التوتال تايم ديريفاتيف. This is very crucial. اوكي okay. انك انت لاجرانجيان فورماليزم از كونسيستنت مع الجيج انفاريانس بتاع الالكتروداينامكس. ماشي يا جماعه؟ ولا اي حاجه. احنا قلنا في الكلاسيكال فيزيكس، كلاسيكال الكتروداينامكس، الفاي والاي مجرد اوكسيلري فيلدز بنستخدمه عشان نسهل على نفسنا. اوكي okay. انا كل ده انا بسهل على نفسي. انا طبعا استخدمت الفاي والاي في الاول خالص في الالكتروستاتكس والماجنتوستاتكس عشان في الاخر انا عايز ابسط حساب الالكتروستاتيك بوتنشال والفيكتور بوتنشال. دلوقتي انا بستخدم فورماليزم تاني للكلاسيكال ميكانكس برضو عشان يسهل عليا كالكوليشنز. بس كل التسهيلات دي كلها لحد دلوقتي هي مجرد تكنيكال بروبلمز يعني، تمام. انما كونسبشوالي او كلاسيكالي الفاي والاي يو كان جاست فورجيت اباوت ذم. بس هي هتبان اكتر في حل مثلا بقى فيزيكال بروبلمز. في الفيزيكال بروبلمز اه هتلاقي ان الحاجات ديت بتسهل لك حل الفيزيكال بروبلمز. لما بتروح للكوانتم ميكانكس بتلاقي ان الحاجات ديت از اسينشال، يعني يو كانوت دو كوانتم ميكانكس مثلا وذاوت فاي ان اي اند سو اون. فعشان كده لازم تفورميوليت الكلاسيكال ثيوري الاول بدلاله فاي ان اي عشان ايه نعرف نقول تو ذا كوانتم فيرجن اوف ذا ثيوري. اوكي ساعات ادين التوتال ديريفاتيف الترم ده بيكون جيد ان انت بتغير من الترم في ال هو بيتكلم على اللي هي الجيج ترانسفورميشن اعتقد. توتال ديريفاتيف اوكي. هي الحاجات دي لها علاقه بس لما انا عملت جيج ترانسفورميشن. هو الفرق ما بين الفيرجن اللي هي استخدام جيج ترانسفورميشن والفيرجن القديمه في حل الفيزيكال بروبلم. طب انا يعني الاكزامبل اللي في الاخر ده ات مايت بي شويه ترانسبيرنت يعني يدي لحد ما فيزيكال مش فيزيكال يعني هوبفلي هيبان اكتر امتى سبيسيفيك جيج بيسهل مساله معينه. اوكي هو المشكله ان انت الحاجات دي كلها بتبان اهميتها لما تنزل مثلا حاجه اسمها لاندا بروبلم في الكوانتم ميكانكس. لو انت عندك تشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد وبتحله كوانتم ميكانيكالي فساعتها زي ما قلت لك بتلاقي انك انت لازم تستخدم الاي والفاي. فساعتها سبيسيفيك جيج تشويس الاي مثلا بيخليك المساله اوبفيوس يعني فور بارتيكولر. فاكر امبارح قاعد اقول لك انت ممكن تستخدم ممكن تاخد الاي بتساوي مش عارف واي بي 0 0 0 او تشويس ثاني. هتلاقي انك انت بقى لما بتيجي تحل شرودنجر ايكويشن فور بارتيكولر تشويسز السوليوشن از فيري سمبل يعني. اوكي فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي جبنا لاجرانجن. الخطوه اللي بعدها يا جماعه هنعمل ايه؟ نجيب الهاملتونيان. كويس فانا هفكرك بالفورمولا بتاعه الهاملتونيان. ده طبعا سيستم ليه 3 ديجريز اوف فريدم لان هو تشارج بارتيكل بيتحرك في 3 دايمنشنز. فانت هتلاقي الهاملتونيان كده ده الفورمولا بتاعته الصام من 1 ل 3 وبعد كده بارشال ال باي بارشال كيو اي دوت كيو اي دوت ماينس ال اوكي. في الهاملتونيان فورماليزم بقى انت بتعمل حاجه ثانيه. انت في الهاملتونيان فورماليزم لازم تتريد كل الفيلوسيتيز اللي هي الكيو دوت فور ذا مومنتوم. يعني انت دلوقتي اول حاجه بتعملها في عشان تروح من لاجرانجيان فورماليزم للهاملتونيان فورماليزم لازم تتخلص من الكيو اي دوت ديت. اوكي لازم تشيلها من الهاملتونيان. اوكي ازاي بقى؟ انت اول حاجه الكميه ديت اللي هي بارشال ال باي بارشال كيو اي دوت دي اسمها جنرالايز مومنتوم. اوكي زي ما انت عارف اللي هي في ابسط سيستم لو خدت فري بارتكل مثلا اللاجرانجيان بتاعته ام على 2 اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير بلس زي دوت سكوير وانت عايز تعرف ايه المعنى الكميه ديت يعني فاحسبها لاي لابسط سيستم يعني فري بارتكل. فلو حسبت بارشال ال باي بارشال اكس دوت في الحاله دي تديك ايه؟ ام اكس دوت اللي هو المومنتوم يعني. فالناس قالت لك والله خلاص يعني الديريفاتيف اوف ذا لاجرانجيان وذ ريسبكت تو ذا جنرالايز فيلوسيتي اللي هي الكيو اي دوت دي اسمها الكانونيكال الجنرالايز مومنتوم اور الكونجيجيت مومنتوم. البي اي هو الكونجيجيت للكيو اي دوت او الكونجيجيت للكيو اي يعني. اوكي ففي الهاملتونيان فورماليزم انت لازم تكنسل انت لازم تشيل كل الكيو دوتس ديت وتبدلهم بالبي هات دي. اوكي طيب يبقى انت دلوقتي ايه بقى الهاملتونيان بتاعنا هيبقى كالاتي. طبعا انا الكيو هات بتاعتي هي كيو 1 طبعا بتساوي اكس وكيو 2 بتساوي واي وكيو 3 بتساوي زي. ماشي يا جماعه انا 3 دايمنشنال بارتكل ماشي في الكارتيشن كوردينيتس فانا بستخدم اكس واي زي. فانا دلوقتي هطبق الفورمولا بتاعت الهاملتونيان ديت علشان اجيب الهاملتونيان بتاع البارتكل. فاول حاجه بتحسبها من اللاجرانجيان اللي هي جنرالايز مومنتوم فهتجيب مثلا المومنتوم كونجيجيت تو اكس ده بيساوي ايه
partial L by partial A يا جماعة؟ partial X dot. أنا مسحت اللاجرانجن. اللاجرانجن كانت كده. M على 2 X dot square plus Y dot square plus Z dot square minus Q phi plus Q V dot A. يا جماعة؟ ديت اللاجرانجن اللي هنشتغل بيه. فتعالوا بقى نحسب البارشال ال بارشال اكس دوت الاكسبريشن ده. اول ترم ده فيري سمبل، انك انت بارشال ال بارشال اكس دوت هنا هيديك ايه؟ الاثنين هتنزل يديك ام اكس دوت. ده الميكانيكال مومنتوم اللي احنا عارفينه. هل هي دي كل القصه؟ هيظهر لك ترم من هنا. دلوقتي احنا بقى عندنا فيلوسيتي ديبندنت بوتنشال، ده ما ظهرش قبل كده لما كان عندك البوتنشال فانكشن في الاكس بس، صح؟ فدلوقتي يا جماعه الترم اللي هيزيد هنا هو ايه؟ ها كيو تايمز اي اكس، صح؟ لان الاكسبانشن ده هو كيو في اكس او كيو اكس دوت تايمز اي اكس بلس كيو واي دوت تايمز اي واي اند سو اون، مظبوط؟ ونفس الشيء بالنسبه للبي واي، هتلاقي البي واي بيساوي ام واي دوت بلس كيو اي واي، وهتلاقي البي زي بتساوي الام زي دوت بلس كيو اي زي. اللي انت ممكن تكتبها ازاي؟ اكتبها كده، بي بتساوي الميكانيكال مومنتوم العادي اللي انا هسميه بي زيرو بلس Q times A. Okay. وال P0 ده اللي هو المومنتوم العادي اللي احنا عارفينه اللي هو M well MX dot في اتجاه ال I plus MY dot في اتجاه ال J plus MZ dot في اتجاه ال K. Okay. مظبوط يا جماعة؟ في أي مشاكل؟ طيب دلوقتي بقى أنت بص أول حاجة تعملها لما يكون برضو عندك عايز تباس أون من اللاجرانجن للهاملتونيان أنك أنت إيه؟ احنا قلنا احنا عايزين نخلي اللاجرانجن بيورلي فانكشن في المومنتوم، بتشيل كل الاكس دوتس والواي دوتس والزي دوت. فانت بتشيلهم ازاي؟ بتعوض من هنا، انت بتيجي بقى على كل معادله من دول وتحل الاكس دوت بدلاله البي هات، تمام؟ في الهاملتونيان فورماليزم يا جماعه ما ينفعش يظهر عندك جنراليز فيلوسيتيز. فبتيجي من المعادله دي تقول ايه؟ والله من هنا يبقى الاكس دوت بتساوي 1 اوفر ام الكانونيكال مومنتوم اللي هو بي اكس ده ماينس كيو تايمز اي اكس. And similarly هنا هتلاقي برضو من هنا ال y dot بتساوي 1 over m p y minus q a y وال z dot بتساوي 1 over m ال p z minus q a z. okay. اللي هي برضو ممكن تكتبها ممكن تكتبها كده v بتساوي 1 over m بعد كده p minus q a. okay. بس انا كده دلوقتي عندي كل الانجريدينتس ان انا اجيب الهاملتونيان. ليه بقى؟ انا هعمل ايه؟ هبدل في كل حته هنا عن الاكس دوت بالحاجات ديت، هتبدل هنا وبعد كده هتبدل هنا. لما تعمل كده في اللاجرانجن وبعد كده تحسب الكميه دي برضو، خلي بالك الهاملتونيان اكسبليسيت اللي هو ده هيبقى كده البي اكس تايمز الاكس دوت بلس البي واي تايمز الواي دوت بلس البي زي تايمز زي دوت ماينس ال. يعني برضو هنا هتبدل الاكس دوت والواي دوت والزي دوت بالسوليوشن بتاعهم بدلاله البي. لما تعمل الاكسرسايز ده بقى شويه الجبرا مانيبيوليشنز يطلع لك في الاخر ايه؟ يطلع لك في الاخر الهاملتونيان ده. يطلع لك في الاخر الهاملتونيان بالشكل ده. الهاملتونيان يطلع لك كده 1 اوفر 2 ام بعد كده افتح براكت وبعد كده يديك بي اكس ماينس كيو اي اكس الكل سكوير بلس بي واي ماينس كيو اي واي الكل سكوير بعد كده بي زي ماينس كيو اي زي الكل سكوير. ده اول ترم. بعد كده بلس كيو فاي، تمام؟ الترم ده طبعا اكسبكتد لانك انت الترم ده ما هو الا يعني ماينس الانرجي. يعني اللاجرانج كانت ال، يعني اللاجرانج دايما لو انت ما عندكش فيلوسيتي ديبندنت بوتنشال بتبقى تي ماينس في او تي ماينس الانرجي. هنا الاشاره بتاعت الكيو فاي اتعكست بقت بلس كيو فاي سبب ماينس ساين اللي ان فرونت اوف لاجرانج. اوكي. طيب تعالوا بقى ناخد برضو مثال بسيط جدا او اكزامبل بسيط. سبوز ان الالكتريك فيلد بيساوي زيرو. اوكي. انا عندي سيتويشن الالكتريك فيلد فيه بيساوي زيرو او من الاخر كده الفاي بتساوي زيرو، تمام؟ ساعتها بقى لو بصيت انت على الهاملتونيان بتاعك ده اوكي هتلاقي الهاملتونيان، فده كده كان انا بجيب الهاملتونيان بتاع تشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد بس.
ساعتها انا اول حاجه عايز اكتب الترم ده كده هكتبه كفيكتور يعني ك سكوير اوف فيكتور كوانتيتي يعني. فانت لو كتبته هيبقى كده p ماينس كيو اي الكل سكوير بلس p ماينس كيو الكل سكوير. مفهوم يا جماعه؟ لان الكلام ده كله ما هو الا الفيكتور ده دوتد مع نفسه يعني صح، والاي فيكتور طبعا مظبوط. واوعى تنسى ان البي ده هو الكلام ده صح. طيب يا الهاميلتونيان دلوقتي بتاع فري بارتكل هكتبه هنا تاني بيساوي كده 1 اوفر 2 ام وبعد كده بي ماينس كيو اي الكل سكوير بارتكل في ماجنتيك فيلد من غير اي ستاتيك بوتنشال مظبوط. حد ملاحظ حاجه يا جماعه؟ ان انت لو قارنت بين المعادله دي والمعادله دي هيحصل ايه؟ هيرجع لك الهاميلتونيان اللي هو بتاع الفري بارتكل اللي هو العادي هيطلع لك كده 1 اوفر 2m وبعد كده x دوت هتلاقي هنا بقى ايه m x دوت الكل سكوير بلس m y دوت الكل سكوير طبعا ده كده براكت بعد كده m z دوت الكل سكوير. فلما تبص هتطلع لك في الاخر m على 2 x دوت سكوير بلس y دوت سكوير بلس z دوت الكل سكوير. ده الهاملتون على فكره بتاع تشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد طلع بيساوي ايه؟ بيساوي كانت بتاع فري بارتكل صح؟ هل ده حاجه غريبه؟ ليه الحاجه ليه الريزلت ديت از بلوزبل او انها اكسبكتد يعني؟ يعني خلي بالك الهاملتونيان ده ان سام سنس هو توتال انرجي ومع ذلك انا لما حطيت بارتكل في ماجنتيك فيلد ستيل هاملتونيان هو الفري بارتكل صح، لان الماجنتيك فيلد مش هيعمل اي ورك على التشارج بارتكل صح. بس هل معنى كده ان الداينامكس بتاع التشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد تريفيال؟ ما هو دلوقتي الهاملتونيان هو الهاملتونيان بتاع فري بارتكل صح. ما انا دلوقتي معنى كده ان انا خلاص مفيش اي داينامكس لو جبت يعني اتس فري بارتكل. يعني لو انا استخدمت الهاملتونيان ده وجبت هاملتون ايكويشن هل معنى كده ده فري سيستم مفيش فيه اي انتراكشن مفيش اي نون تريفيال داينامكس؟ ايه بقى المشكله ان ده يعني المشكله فين هنا؟ لا ليه ده مش الهاملتونيان؟ عشان دي السرعات يعني اتس نوت ليجيتيميت ان انا استخدم ده كهاملتونيان واعوض بيه في الهاملتون ايكويشن، لانك انت الهاملتونيان ده لازم بيورلي فانكشن في الكونجكت مومنتوم. انما انا دلوقتي كل انا عملته انا كتبته فانكشن ثاني في الجنرالايزد فيلوسيتيز اللي هي اكس دوت واي اتس نيوميريكالي ايكوال للثاني يعني الانرجي ستيل ذا سيم كنمبر، انما ده مش هو الهاملتونيان اوكي. بس انا ممكن اكتب فانكشن في المومنتوم. فدلوقتي عشان يبقى هاملتونيان عشان ده يبقى الهاملتونيان بتاع تشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد لازم تعوض عن الاكس دوت والواي دوت والزي دوت بال كونجكت مومنتوم. وانس ان انت بقى تستخدم الهاملتونيان ده في هاملتون ايكويشن اللي انت شفتها قبل كده هيطلع لك على طول النيوتن سكند لو اوكي. حد فاكر هاملتون ايكويشن يا جماعه اللي هتبقى بي اي دوت بتساوي ماينس بارشال اتش باي بارشال كيو اي مظبوط. وهتلاقي ان في عندك بقى ايه كيو اي دوت بتساوي بارشال اتش باي بارشال تي اوكي. لو عوضت بالهاملتونيان ده في الايكويشنز ديت يديك لورنس فورس فورمولا اوكي، زي لما بتعوض في اللاجرانجن في الاويلر لاجرانج ايكويشن بيديك برضه نيوتن سكند لو. ده كويس. هننهي بقى المحاضره ب فيري سمبل اكزامبل، مش بس يعني ماجنتيك فيلد وكونوس الماجنتيك فيلد برضه في زي دايركشن زي ما عملنا امبارح اوكي. وهنشوف ايه هي الداينامكس بتاعته. يبقى دلوقتي هندرس تشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد والاكزامبل اللي عندنا في دماغنا اهو بص الهاملتونيان احنا جايبينه والمومنتا اللي احنا حسبناها دي دول اوتوماتيكلي كونسيرف مظبوط. البي انت قصدك ايه الكونجكت مومنتا؟ الكونجكت مومنتا مع بعضها اوتوماتيكلي كونسيرف مع الترانسليشن. بس اللاجرانج ديت مش انفاريانت اندر ترانسليشن صح؟ فور انت قصدك لما يكون الالكتروستاتيك بوتنشال بيساوي زيرو. صح انفاريانت اندر ترانسليشن صح تمام. انما وانس يو هاف ا فاي يبقى اتس نوت كونسيرفد يعني بيساتسفاي سام ايكويشن اوف موشن يعني اوكي. انا بس مش عايزك تنسى المعادله دي ان الـ ان الـ ان الـ ان الكانونيكال مومنتا بتاع تشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد كان كده. انا طبعا نسيتها. كانت ايه؟ بي زيرو اللي هي ديت بلس كيو ماينس كيو ولا بلس كيو ايه؟ ماينس ولا بلس يا جماعه؟ لا هي ماينس
بلس اوكي اوكي تمام اوكي اللي هي انت ممكن تكتبها كده البي بتساوي الام في صح بلس كيو تايمز اي اوكي ده الكانونيكال مومنت طيب يا جماعه احنا دلوقتي هناخد حط بقى في دماغك اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هناخد تشارج بارتكل في كونس الماجنتيك فيلد اللي هو بي 0 في اتجاه برضه هناخده في الزي دايركشن اوكي ومش بس كده احنا هنعتبر ان البارتكل ده فيه عليه الكتروستاتيك بوتنشال بحيث ان الكتروستاتيك بوتنشال ده بيباوند السيستم ده ازاي كاكزامبل اللي كده خد الهيدروجين اتوم الهيدروجين اتوم انت عارف فيه الكتروستاتيك انتراكشن ما بين الالكترون والبروتون صح الالكتروستاتيك انتراكشن ده بيخلي الالكترون ده كانه باوند ستيت حوالين البروتون تمام احنا اسيوم احنا بقى هنابلاي على الاتوم ديت اكسترنال ماجنتيك فيلد مظبوط بس الماجنتيك فيلد ده از ماتش ويكر دان الاوريجينال الكتروستاتيك انتراكشن ما بين الالكترون والبروتون لحد فيكم فاكر الايفكت ده اسمه زيمان ايفكت يعني انك انت خدت بس انا بتكلم كلاسيكال فانت تخيل كده تشارج بارتكل وعليه الكتروستاتيك الكتروستاتيك بوتنشال اتس فيري سترونج بحيث ان هو يخليه كده باوندد في اوربت يعني اوكي وان توب اوف ذس الكتروستاتيك بوتنشال انا هطبق كونستنت ماجنتيك فيلد وانا عايز اشوف بس الهاملتوني هيتغير ازاي يعني اوكي كويس امبارح بقى لو انت فاكر خلي بالك دلوقتي انا عندي الكلاسيكال انا عندي الماجنتيك فيلد بس انا عايز اجيب الهاملتونيان او عايز اجيب اللاجرانجيان فانا لازم اجيب من الماجنتيك فيلد اجيب ايه الفيكتور بوتنشال صح دي الحاجات اللي اقدر اشتغل بيها امبارح لو انتوا فاكرين احنا كان في كانديديت فيكتور بوتنشال يدوك نفس الماجنتيك فيلد ممكن تاخد الفيكتور بوتنشال ده اللي هو 0 بي 0 اكس 0 او ممكن تاخد البوتنشال او فيكتور بوتنشال تاني اللي هو ماينس بي 0 واي 0 0 او كتبنا واحد ثالث اللي هو كان ماينس هاف بي 0 واي بي 0 اكس 0 and so on تمام انا هديك جنرال فورمولا يمكن اسهل من دول كمان للفيكتور بوتنشال في الحاله الخاصه ديت لما يكون الماجنتيك فيلد كونستانت يعني طبعا مش شرط يكون كونستانت في زي دايركشن لان هو لو كونستانت ممكن انت تروتيت الكوردينيت سيستم وتخليه في زي دايركشن الترند اوت بقى ان دايما الالكتريك فيلد لو الماجنتيك سوري الفيكتور بوتنشال لو الماجنتيك فيلد از كونستانت يبقى كده هاف ار كروس بي اوكي ليه بقى لانك انت ببساطه جدا لو جبت الكيرل بتاع ايه هيديك بي يعني انت لو خدت الطرف اليمين ده وجبت الكيرل اوف هاف ار كروس بي ده كده يطلع لك بي اوكي بس ماشي يا جماعه نعم لا لا الماجنتيك فيلد ده هو فيكسد دايركشن بي 0 في اتجاه الكي يعني جست بوينتنج اب بس اوكي فيا جماعه في الحاله ديت انت ممكن تستخدم للفورمولا بتاعه الفيكتور بوتنشال هي الاكسبريشن ده لسبب بسيط جدا انك انت لو جبت الكيرل بتاع الاكسبريشن ده هيديك البي يعني فجست اي جست فاوند ا كانديديت اي اوكي طيب تعالوا بقى نعوض بالفيكتور بوتنشال ده في الهاملتونيان بتاع التشارج بارتكل في الكترومغنتيك فيلد اللي هو كان اللي هو كان كده ال H بيساوي 1 على 2 M وبعد كده ال P minus Q A الكل سكوير اللي هي دي الدوت نفسها plus ال Q phi تمام وانا واخد ال assumption ان ال electrostatic energy او ال electrostatic interaction ما بين ال charged particle نتيجة ال phi is much much stronger than ال electrostatic ال magnetic interaction ما بين ال charged particle وال external magnetic field okay? فانا دلوقتي اعوض عن الايه هنا بقى يعني يبقى دلوقتي الهاملتونيان اهو بيساوي 1 على 2 ام وبعد كده ادي البي اهيت ماينس كيو على 2 وبعد كده ار كروس بي الكل سكوير بلس كيو فاي كويس احنا هنعمل ايه بقى احنا هنكسباند البراكت ده اندر ذا اسامبشن ان البي از فيري ويك از فيري سمول ففي الاكسبانشن ده اي ترم سكوير او نون لينير في البي هنضربه ماشي يا جماعه يبقى اول ترم هيطلع لي ايه بقى طبعا ده بي سكوير يطلع لك بي سكوير على 2 ام مظبوط كده بعد كده ده في ده خلي بالك ده دوت برودكت يعني ده ضد ده واضحه يا جماعه اللي انا بعمله ما هو انا الفيكتور ده كله كده عشان يطلع بوتنشال سكيلر عشان ده فيكتور سكوير اللي هو اي دوت اي يعني يا جماعه الكميه ديت البي ماينس كيو اي سكوير ديت ما هي الا بي ماينس كيو اي دوتد مع بي ماينس كيو اي اوكي
انا بس بدل ما اكتبه كفول اكسبانشن كتبته كدوت. فانت بقى دوت ده مع ده بي دوت بي بي سكوير على 2 ام. وبعد كده بقى هتاخد ايه؟ بص انا طبعا عوضت عن الار كروس بي، يعني عوضت عن الاي بار كروس بي. فهتلاقي بص هتلاقي ده دوت ده وبعد كده توايس. طبعا الدوت برودكت كوميوتيتيف، يعني انت ده دوت ده هو ده دوت ده عكس الكروس برودكت. فهتلاقي في فاكتور اوف 2، الفاكتور اوف 2 ده هيكنسل الاثنين ديت، يبقى لك في الاخر ايه؟ يبقى لك كده ماينس بي طبعا دوتد مع طبعا هيبقى فينا اوفرول كيو على 2 ام، وبعد كده بي دوتد مع ار كروس بي. ايه؟ لا ما احنا الاثنين ديت قلنا ده يعني ده ضد ده وبعد كده ده ضد ده يعني. اوكي مظبوط. بعد كده اي ترم بعد كده ده سكوير، بس احنا قلنا الكلام ده صغير يعني، يعني الترمات اللي بعد كده سكوير اوف بي، بس احنا وي اسيوم ان بي از فيري فيري سمول يعني. اوكي بلس كيو تايمز فاي. مظبوط يا جماعه. تعالى بقى نبص على الاكسبريشن ده اللي هو البي دوت ار كروس بي، اللي انت لو انت فاكر حاجه اسمها تريبل كروس برودكت ان هو ممكن تعمله سيكليك. يعني لو انت عندك ايه حد يا جماعه فاكر الايدنتيتي ديت، لو انت عندك ثلاثه فيكتور كده سي دوت دي كروس اف، انك انت طالما بتدورهم ان سيكليك بيرميوتيشن ده هو هو اف دوت سي كروس دي اند سو اون، اللي هو برضو دي دوت سي كروس اف دوت اف كروس سي يعني. اوكي دي نفس الايدنتيتي اللي استخدمها هنا. فانت كده ممكن تكتب الهاملتونيان ايه بقى؟ حد عارف انا عايز اعمل ايه؟ دلوقتي الكلام ده يا جماعه انا دلوقتي عندك بي وعندك ار، ده مش بفكركم حاجه؟ بالانجلر مومنتم بالظبط. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هجيب البي ده بره يبقى لي جوه ايه؟ بي كروس ار صح. فيبقى عندك كده ماينس كيو على 2 ام، وبعد كده عندك بي دوت بي كروس ار، بس ده مش الانجلر مومنتم، ده ماينس الانجلر مومنتم، لان الانجلر مومنتم هو ار كروس بي صح. فانا كل اللي هيحصل هنا يبقى عندي بي سكوير على 2 ام، بعد كده بلس كيو على 2 ام، وبعد كده ال دوت بي. اوكي بلس كيو طبعا تايمز فاي يعني. بس فانت لو في عندك تشارج بارتكل في الكتروستاتيك بوتنشال فاي زي الالكترون في الهيدروجين اتوم، لما بتطبق عليه اكسترنال ماجنتيك فيلد ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان ان الاوربيتال انجلر مومنتم بتاع الالكترون بيكابل مع الماجنتيك فيلد. اوكي ده بيديك حاجه اسمها زيمان افكت، انك انت لو انت عندك مثلا لو خدت الهيدروجين اتوم وشفت السبيكترم بتاعها من غير اي اكسترنال بيرتربيشن بتلاقي كده البولمر لاين والمش عارف البولمر سيريس والكلام ده كله يعني. لو انت بقى خدت الاتوم دي كلها على بعضها كده حطيتها في اكسترنال ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده سمول، بتلاقي بسبب ال دوت بي ده بيحصل لك ايه؟ بيحصل سبليتنج الانرجي ليفلز. تمام ده يا جماعه الفنومه دي اسمها زيمان افكت. انت دلوقتي شفتوا ان ده كلاسيكال كونتكست، انك انت جبت الكلاسيكال هاملتونيان بتاع تشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد والكتروستاتيك بوتنشال. الخطوه الجايه ان انت تعمل ايه؟ بتكوانتايز الهاملتونيان ده بقى، بتبروموت كل حاجه للكوانتم ميكانيكال اوبريتور، وبعد كده بتحل شرودنجر ايكويشن اند سو اون يعني. اوكي فكان اسينشال في الفورماليزم ده انك انت لازم تفورميليت الكلاسيكال ثيوري ان تيرمز اوف ذا فيكتور بوتنشال اند سكيلر بوتنشال بحيث ان انت تروح للكوانتم ميكانيكال فيرجن يعني. اوكي دي اخر حاجه كنت عايز اقولها يعني النهارده يعني.